بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنبدأ النهاردة الحلقة بتاعتنا عن التيبر. والتيبر اللي هو الشكل الاستورج لين، حارة التهدئة زي ما احنا شايفين، ودي من الناحية اللي من الناحية التانية عايزين نعمل لها اسمبلي ونعمل لها كوريدور صحيح. فهنشوف ادي هنا الاسمبلز اللي احنا عاملينها، هاجي هنا اول كوريدور و كريت اسمبلي وهكتب تيبر، ومكتوب طبيعي هنا بالشكل ده، يبقى ده الاسمبلي بتاع التيبر بتاعي. طيب لو دوست كنترول 3 زي ما احنا متعودين هيظهر عندي الايه الاسمبلز دول. المره دي هاخد اسمبلي من نوع خاص، تقدر تعمل له ادجستمنت من ايه من الداخل، وحتى اسمه لين، لين فروم تيب اللي هو تيبرد، تيبرد ميديان 1. طيب التيبر بيكون في الميديان، لو جيت ضغطت كده هيظهر عندي الشكل ده، اقول له بروبرتيز الخصائص بتاعته عامله ازاي. هلاقي هنا هو طبعا هنا مبالغ في الايه في الطبقات، ادي البيفمنت 1 0.05 انتر، 0.06 انتر، 0.2 انتر، 0.3 كده ظبطت معانا الطبقات. وديت 12 متر، ممكن نخليها 9.5 مثلا على سبيل المثال، انتر. طيب احنا لو شفنا هنا، شفنا هنا الادجستمنت من الداخل، اي انسايد اي ادجستمنت اوت سايد ادجستمنت، بحيث ان هو واخد ال 9.5 متر دول من الايه من السنتر لاين. ولو جينا احنا عملنا انسايد ادجستمنت مثلا قلت له متر، هلاقيه ياخد ايه، اللي بره هتلاقيه ثابت واللي جوه هياخد متر، يعني ديت هتلاقيها كام؟ 8.5 متر. احنا كنا واخدين 9.5 مش كده؟ طيب انا مش هاخد الادجستمنت من الداخل دلوقتي، وهنشوف لما ناخد الادجستمنت هيأثر معانا ايه ازاي. لو هقول له اندو، هخلي التيبر ايه اللي هو اللين بتاع التيبر بالشكل ده، وكده ممكن اعمل ايه، اعمل ميرور بالشكل ده. طبعا ممكن اضيف هنا اضيف هنا اللي هو الرصيف، واضيف الايه السايد سلوب، لكن انا مؤقتا هخليه بالشكل ده عشان اعرف سلوكه ايه مع الايه مع البرنامج. نشوف هنعمل التبر ازاي الاول، يعني ايه عايز عشان نفهم الايه الفكره بتاعته. طيب انا هعمل كوريدور، ادي الكوريدور كريت، اسف كوريدور، ادي كريت كوريدور، هكتب هنا تيبر ماشي، هنا نختار الالاينمنت، وهنا البروفايل، وهنا الاسمبلي اللي اسمه تيبر، وهنا هاخد الايه النشر جراوند انتر. هنا هختار هنا ممكن اخليها 5 متر مثلا على سبيل المثال، 5 متر 5 متر في كله، اخد 5 متر في كله، وهنا اخليها ايه بوث عشان نظبط الكيرفات بتاعتنا، هقول له اوكي. طيب خلينا نعمل الاول ايه، نشوف هيبقى شكله عامل ايه، شكله عامل ازاي. الخطوه الثانيه انا عايز اعمل ايه، عايز اعمل سبليت ريجونز. يعني ايه سبليت ريجونز؟ السبليت ريجونز يعني هقسم ايه، هقسم الكوريدور بتاعي قطع، يعني هخلي كل قطعه بيكون لها المواصفات ايه، المواصفات بتاعتها. لو ضغطنا على الكوريدور بالشكل ده وضغطنا هنا على سبليت ريجون، واروح جاي هنا عند بدايه التيبر واقول له ايه، شايفين كده، هقول له التيبر ده يعمل لي فاصل هنا، يعمل لي مفصل هنا عشان اقدر اعمل ايه لكل قطعه من القطع المواصفات بتاعتها واديها الاسمبلي بتاعها، هقول له انتر. طيب عايز تعمل سبليت ريجول تاني، هقول له انتر عشان ناخد نفس الايه نفس الامر، واطلع هنا عند النقطه دي، بندوس دبل كليك، كان النقطه الاولى، والنقطه الثانيه بنلقط اوبجكت سناب كده، خدت كمان ايه، خدت كمان ريجول في المكان ده. كل واحده منهم هيكون ليها الايه؟ ليها المواصفات بتاعتها، اقول له اوكي. كده قسمت الكوريدور بتاعي ليه؟ لقطع. لما نيجي ندوس هتحس ان في ايه؟ اهي مفاصل اهيت، شايفين المفاصل دي؟ مفصل ده، المفصل ده انا ممكن ايه؟ اشد الكوريدور كده. هلاقي حته هنا ايه؟ مفصوله. طيب هقول له اندو عشان ارجعها تاني، واضغط هنا، اقول له اندو مرتين. رجعناه. طيب ادي المفصله دي، ممكن اشد الاثنين ايه مع بعض، المفصل لو شديت كده هيشد الاثنين مع بعض يخلي المفصل ايه، المفصل هنا. طيب احنا نخلي الايه الريجون ده بالشكل ده، وهشتغل على الريجون على الريجون اللي فيه الايه اللي فيه التيبر. طيب هاجي هنا
انا عايز اختار هنا الايه، اختار هنا ال اختار هنا التارجت. التارجت هو ايه؟ التارجت احنا قلنا قبل كده التارجت هو ربط، هو ربط بالبولي لاين او ربط بالالاينمنت نقطه متعرفه بكود باسم معين. النقطه دي بنربطها بايه؟ يا بالاينمنت يا بنربطها ايه ببولي لاين، بحيث انها تطلع وتدخل ايه وتدخل معاه. هنشوف. طب انا عايز ارجع اعمل خطوه قبل ما اعمل التارجت هنا. ايه الخطوه بتاعتي؟ هاجي هنا على اليمين وراح دايس كليك يمين واقول له ايه هنا بروبرتيز، وهسميها اسم تاني غير اسم البرنامج، هقول لين لين رايت. ماشي كده بالشكل ده. اوكي طيب ديت اسميها ايه؟ لين ليفت. طيب هقول اوكي، هرجع هنا على الكوريدور بتاعي والمفاصل اللي بتاعتنا اللي احنا اتكلمنا عنها. ادي الريجن بتاعي، انا عايز اشتغل على الايه؟ على المنطقه ديت. هدوس هنا هلاقي ايديت ايه؟ ايديت تارجت هنا. طيب يقول لي اختار بقى ريجن قطعه، لان احنا قسمتها القطعه دي قطعه 2 3. هضغط على القطعه دي هيديني هنا الايه؟ النقاط اللي هو معرفها لي. هو معرف لي نقطه من الداخل ونقطه من دي من الخارج من الناحيه اليمين، او مكتوب رايت اهو، يبقى دي اخر نقطه من الناحيه اليمين، وديت النقطه اللي من الداخل اللي من ناحيه الميديان، ودي النقطه الثانيه اللي من الخارج من الناحيه الثالثه. هي مكتوب ايه؟ لان ويز الاينمنت. لان ويز الاينمنت اللي هو ايه؟ اقصى الايه؟ اقصى الشمال. لان ويز الاينمنت رايت اقصى الايه؟ اقصى اليمين. طيب ديت من ناحيه الايه؟ ميديان. طيب احنا اللي يهمنا من ناحيه الميديان من ناحيه الايه؟ اليمين. طيب هختار بقى ايه؟ لو الاينمنت اختار دي، لو بولي لاين اختار الايه؟ الثانيه او فيتشر لاين. اضغط كده هختار ايه؟ اختار الخط اللي احنا ايه؟ اللي احنا عاملينه. الخط ده خط الايه؟ الكيرب ستون من الناحيه الايه؟ اليمين. هقول انتر، هقول له اوكي. طيب الخط اللي يوازيه فين؟ ادي ميديان، ادي ميديان ايدج من الناحيه الايه؟ من الناحيه الشمال. هختارها، ادي هقول له ايه؟ اختارها بالشكل ده. شايفين؟ هقول له انتر. اوكي. اوكي. شوف البرنامج هيعمل ايه؟ هلاقي البرنامج ياخد الايه؟ اللي في النص دي ويمدها شمال ويمدها ايه؟ يمين زي ما احنا ايه؟ زي ما احنا شايفين. شايفين عمل البرنامج عمل ايه؟ طيب هنا ادي ايه؟ كده عشان تظهر بالشكل ده. شايفين؟ هنا ما عملش حاجة في الميديان. عمل لي فاصل في الميديان، وراح واخد النص ديت وراح ايه؟ واخدها شمال، ودي واخدها ايه؟ خدها يمين. لما يكون التيبر لاحم على الايه؟ على السنتر لاين، يقدر ايه؟ يلحم على التارجت من الداخل ومن الايه؟ ومن الخارج. طيب انا عايز اعمل على ايه؟ على الخط ده. امد تارجت من ايه؟ ما هو التارجت اوف سيت معناه انه ايه؟ بيعمل ستريتش، بيمد يعني. طيب خليني هنا من الخارج اهي. هاجي هنا ايه؟ كوريدور بروبرتيز ولا بلاش؟ خليني من هنا. خلينا زي ما عملنا المرة اللي فاتت من هنا كده، وأقول له إيديت إيه؟ إيديت تارجت. آخد أنهي ريجون؟ الريجون اللي إحنا إيه؟ شغالين عليه. طيب هاخد ديت من ناحية إيه؟ من ناحية اليمين، وأقول له إيه كده بالشكل ده. آخد مثلا إيه؟ على الخط ده. أو آخد على الخط التاني، معلش. ده خط الايه؟ لا خلينا في ده، معلش. انتر. اوكي. التاني ده من ناحية الايه؟ من ناحية الشمال. خدت الخط التاني ده. اقول له اوكي. اوكي. انتر. طيب نشوف عمل ايه؟ مد على الايه؟ على الخط اللي بره. شايفين؟ يبقى كده عمل التارجت فين؟ عمل التارجت من ناحيه، من الناحيه دي والتارجت من الناحيه دي. تعال نشوف بقى الكلام ده على الايه؟ الكلام ده على الكروس سيكشن.
طيب انا هقسم الشاشة نصين، هقول الت في في 2 انتر، هلاقي يقسم الشاشة ايه نصين بالشكل ده. هنا يكون عندي الكوريدور وهنا يكون عندي الايه الكروس سكشن بتاعتنا اللي احنا كنا عاملينها المرة اللي فاتت لو نتذكر. طيب هنا السيشن كام؟ 975. خلينا نبدأ من كام؟ بلاش، خلينا نبدأ من ايه؟ من 1025. 1025 واحنا واخدين بالراجع، ادي 1025، 1175، 1200، لأ نجي هنا 975، بنزيد احنا واحنا نازلين 1025. خلاص ده مفيش كورس سكشن، نعمل ايه؟ اطلع على الايه؟ على السكشن، اجي هنا كريت سامبل لاين، كليك يمين، اختار الالايمنت، هتديني الشاشه دي لان احنا عاملين سامبل لاين قبل كده. هضغط هنا واقول له ايه؟ مور سورس، سامبل مور سورسز. طيب هلاقي الايه؟ هلاقي مش منضاف، اقول له اد، اقول له اوكي، انتر، هيضيف الايه؟ هيضيف الكوريدور. احنا ما عملناش لا سيرفيس ولا اي حاجه الا الان، ولا تعرضنا لكميات، لكن كل ده احنا بنتعلم ازاي بنعمل ايه؟ بنعمل الكوريدور. طيب اضغط هنا اسكيب، شايفين يا اخوانا؟ ال 1025 هلاقي ده السنتر لاين، شايفين؟ ده الزيرو، وهلاقي هنا يمين قد ايه؟ قد شمال، بنفس الايه؟ بنفس مقدار الايه؟ الكربستون. لو انا جيت مثلا قست من هنا ديستانس، الله راحت فين يا اخوانا؟ ديستانس، عايزين ادي الايه؟ هنا اوبجكت سناب، انا عايز اقول له سيلكت اول عشان اريح نفسي، اوكي، واقول له ديستانس من هنا الى هنا، طبعا عشان هلاقي 2 متر، شايفين المسافة 2 متر. طيب المفروض تكون من هنا لهنا 2 متر، ديستانس من هنا لهنا المسافة قد ايه؟ 2 متر اهي، شايفين؟ يبقى اذا المسافة هنا يمين وشمال 2 متر. طيب التيبر اهو، شايفين هنا ايه؟ لو انا عملت ريجون، لان طبعا في خداع بصري. طيب هنا هشوف هنا طبعا ايه، كل ده طبعا خداع بصري بسبب الايه؟ بسبب الكيرفات والكلام ده. طيب هنا شايفين عشان دي جايه بالشكل ده، وهلاقيها بتقل مع كل ايه؟ مع كل ايه؟ مع كل سكشن. فنيجي نشوف احنا هنا، هنلاقي الايه؟ المسافه بتقل، كل ما بتزيد المسافه من ناحية الشمال هتلاقي هتلاقيها بتقل، ولا فين احنا؟ في كام؟ لا المفروض الناحية التانية 975، اي 900، شايفين يا اخوانا؟ هلاقي هنا قفلة خالص، اللي هي فين؟ بعد الايه؟ بعد التيبر، مش كده؟ لكن في التيبر اللي هو فيه تارجت، اول ما نخش على التيبر هتلاقي الايه؟ المسافة متعدية السنتر لاين. ليه؟ لأن المسافة هنا متعدية السنتر لاين للايه؟ للناحية التانية، هتلاقي المسافة ديت قد الايه؟ قد المسافه دي. طيب هو عامل كده على اساس ايه بقى؟ على اساس ان على اساس ان هي لما تكون صفر، المسافه دي لما تكون صفر ديت تنطبق على التيبر بالايه؟ تنطبق على التيبر بالظبط. طيب احنا عايزين نحط لها الكيربستون بتاعها، تعال نروح هناك على الاسمبلي، ادي الاسمبلي بالشكل ده، شايفين ده؟ عايز احط بقى الكيربستون، لان انا في عندي كيربستون وفي عندي ايه؟ وفي عندي ميديان. طيب هعمل كده، شايفين؟ هقول بروبرتيز انتر. طيب هنا من الداخل اهي انسايد ادجستمنت اللي احنا كنا قايلينها من شويه، متر مؤقت، والناحيه الثانيه نخليها ايه؟ نخليها متر، انسايد ادجستمنت، ادي متر، ماشي. طيب الكيربستون ادي كنترول 3، وهاخد ادي الكيرب، واخد اول كيرب. طيب اول كيرب هاخد هنا بالشكل ده، هلاقيه لفها بالشكل ده. طيب عايز الفها الناحيه الثانيه، هقول له ايه؟ ميرور، وادي الايه؟
ميرو بالشكل ده، اوكي بقى بالشكل اللي احنا ايه اللي احنا شايفينه. طب دي اهي بالشكل ده، وديت نعمل ايه؟ ده احنا كده ايه كده مظبوط. ايوه مظبوط. بروبرتيز ادي هروح على مقاساته كبيره خالص هنا. ادي الايه الاكستنشن متر، عاملها متر كده ليه الراجل 0.001 اكستنشن، ممكن نعتبره 0. لا طبعا هو ايه هنا، وطبعا الثانية ايه، لا مش دي، فين البي؟ البي معقولة البوينت 0.0 كربستون. بس انا مستغرب الكربستون ده عامله كبير كده ليه؟ لحظة، انا صبيت دبس كان متر. يعني مقاساته كبيرة مش عارف ليه بصراحة. لحظة اشوف الراجل ضارب المقاسات في 3. طيب خلاص هشيل ده عشان ما يتعبش نفس المقاسات معاه واحنا بنسجل. انا هاخد ده مثلا ايه، فين؟ مفيش عندنا حاجة عكس. طيب ناخد ادي ايه، اخد دي اقول لها كوبي ايه، كوبي تو. الراجل مش مظبوط الراجل ده هنا كده. يلا انسخ واجي اعمل دي، اخدها ايه ميرور مع النقطة دي. اوكي بالشكل ده، ودي دي التانية اعمل لها ايه ميرور على الايه على النقطة دي. اوكي بقت عندي ايه، بعد الكربستون. طيب عايز احط الايه، عايز احط الميديان بتاعي، اقول كنترول كنترول 3، هختار منين؟ من الميديان، ومن الميديان هاخد الايه الاختيار ده ميديان ريست، ده اسمه ايه؟ ده ريست كونستانت. والله خليني ايه قبل منها عايز احط المارك بوينت عشان اتغطي على المارك بوينت. هفتح هنا جينيريك، من جينيريك طبعا احنا شرحنا في الجينيريك شويه اكتر. هاخد المارك بوينت، المارك بوينت ديت ايه؟ عباره عن نقطه ماجنتيك، يعني بتحط النقطه هنا وتحط ايه خط اخره كود، والكود ده فبيقابلوا بعض فبتبتدي تعمل ستريتش عليها. هنشوف هتعملها ازاي بالشكل ده. ادي المارك بوينت هنخليها هنا ايه، هنسميها ايه مثلا على سبيل المثال انتر، بس لازم تكون كابيتال او سمول، لازم تكون بالظبط. احط المارك بوينت هنا انتر. طيب هنا ادي الايه، ادي الجينريك. طيب هناخد الميديان، هاخد الاختيار ده، شايفين هنا المارك بوينت هديها نفس الاسم ايه انتر. لو انا جيت حطيت هنا، شايفين لا تديني حاجه كبيره ايه كبيره قوي خالص، يعني هو حاطط 33 سنتي. طيب انا ايه هقول له بروبرتيز انتر، ال 33 ديت اخليها مثلا ايه 10 سنتي بالشكل ده انتر. شايفين النقطة اللي حطينا الكود بتاعها هي النقطة دي، حطينا الكود بتاعها AA، وادي النقطة التانية اللي احنا المثلث اللي احنا حاطين له الكود AA، نفس الايه نفس الكود. فالنقطة ديت هتبحث عن النقطة ديت، تخش يمين تخش معاها، تخش تطلع شمال ايه تطلع معاها، تشكل لنا الايه التيبر ايه التيبر بتاعها. بعد ما اعمل الكلام ده، طيب افرض ان انا جيت عملت هنا على الشكل ده، جيت عملت مثلا ريبيلت، هنشوف هيحصل ايه. ادي هنا التيبر بتاعنا، احنا شايفين ايه من البروسبكتور. هاجي لو احنا هنا سيتنج، وزع البروسبكتور، ومن هنا ايه
الكوريدور، بس على الكوريدور هلاقي العلامه اصفرت، معناها ايه؟ معناها انا غيرت في الايه، في الاسمبلي. مش هنعمل الاسمبلي ده عشان نعمل بيه الكوريدور، لو غيرت فيه هتلاقي العلامه تصفر، بيقول لك ان في حاجه ايه اتغيرت. اقول له كليك يمين واقول له ايه ريبيرت. ايوه تعال نشوف عمل ايه البرنامج معايا. شايفين خد هنا اوفست، مش كده؟ اوفست يمين واوفست شمال، وفضل ماشي موازي للايه، شايفين؟ موازي للتيبر، هو شكل التيبر، بس المفروض ان الكيربستون ده، دي بتشكل الكيربستون اللي هو ده. طب دي الناحيه الشمال، يعني الكيربستون ده الثلاث خطوط بتوعه 1 2 3 هم الثلاث خطوط دول على البلان، 1 2 3، وشكل التبر تشكيل صحيح مش كده؟ لكن في عندي حاجة، إن التبر المفروض دي مكانها هنا، واخد أوفست. إيه هو الأوفست؟ المتر اللي أنت إيه؟ اللي أنت واخده. فإذا إيه الأوفست اللي أنت خدته؟ لأن هو عامل حسابه لما يكون الأوفست ده صفر، لما تكون النقطة دي منطبقة على الأسمبلي ده من هنا، يكون دي منطبقه على الايه، على التيبر. لو انت عايز تعمل اوفست تعمل اوفست. تعال نشوف الكروك سكشن عامله ازاي بالشكل ده. احنا عند ستيشن كام؟ عند ستيشن 1000 مثلا على سبيل المثال. ادي عند ستيشن ايه 1725 75 800 1050 1025 ادي ال 1000. شايفين يا اخوانا المسافه ديت؟ نقيس احنا من الناحيه اليمين والناحيه الايه والناحيه الشمال، مش هي 1000 يا هندسه؟ ادي 1000 اهي، وده السنتر لاين. طيب انا هشوف الكربستون من الناحيه الشمال عندي هنا كام وهناك كام، اهو الديستنس. انا مش هختار من ناحيه الكربستون، لا اختار من ناحيه الايه، الميديان كام. شايفين طلع كام؟ 2 متر و70 مش كده؟ طيب هنا فين احنا اخترنا منين؟ احنا اخترنا من السنتر لاين. فين السنتر لاين؟ ادي السنتر لاين مش كده؟ طيب من السنتر لاين ده هو الديستنس، الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله. احنا خدنا لحد فين؟ خدنا للداخل، للداخل مش كده؟ لا لداخل الايه، الكربستون. ادي المفروض ان انا ايه افصل الايه، الاوبجكت سناب هنا، واقول له ديستنس عشان خاطر هو بيختار بليفل بيديك 700 وشويه. اخد هنا ادي السنتر لاين، وادي الايه؟ ادي 52 المفروض تكون 72 72 لاخر الايه؟ لاخر الكربستونه. هي نفسها اللي احنا ايه؟ اللي احنا قسناها، مش دي في اخر الكربستون ودي اخر الكربستون من جوه، دي 72 ودي 72 مش كده؟ لكن هي المفروض ما تكونش 72. ليه؟ المفروض انها تكون ايه؟ هنا 2 متر، هي الجزيرة 2 متر، زي هنا تكون ايه 72. طيب انا عايز بقى ارجع الايه، ارجعها تاني، اطلع الاسمبلي اعمل ايه، ادي الاسمبلي بتاعي شايفين ده، اجي هنا اروح جاي هنا على ديت واقول له بروبرتيز نصفرها، ونصفرها. لما تيجي تصفرها هنا ادي انسايد ايه، اوتسايد انسايد ادجستمنت، دي خليها صفر. هتبدو كأن شكلها غريب يعني شوية. طيب ودي؟ لكن هنشوف هتعمل معانا ايه. ادي هنا انسايد ادجستمنت صفر. والله شايفين؟ حاجة آخر لخبطة. إيه رأيكم في الإيه؟ في الشكل ده؟ طيب. إلا إنه هيدي نتائج صحيحة. الشكل ده هيدي نتائج صحيحة. أول كده ريبيلت. أشهد أن لا إله إلا الله. أيوه شايفين يا إخوانا؟ شايفين الكوريدور عمل معانا إيه؟ جه على آخر الإيه؟ على آخر كربستون. دي طالع بعيد عشان خاطر احنا في اول الكيرف، ودي صراحه عيب في 2016 عن 2015. شايفين
ادي الكلب ستون وقف، ادي شكل الايه، شكل عند الايه، شكل عند التيبر. طيب التيبر هنا تعالوا نتفرج عليه بقى على الايه، على الكروس سكشن. عند ستيشن كام؟ 975، واحنا طالعين عند ستيشن 975. شكل عند التيبر هنا، ادي 975 فين؟ احنا بنزيد ولا بننقص؟ ادي 900، 950، 975. نلاحظ هنا، شايفين الميديم ال 10 سنتي. طبعا لما بتقل النقطة الايه؟ المارك بوينت، بتدور على اختها النقطة ديت، مع انها كانت هناك كانت بعيدة قوي كده. لا، هي دورت على الاسم اللي زيها، اسم المارك بوينت، ولزق فيه، فشكل عند الايه؟ الشكل اللي احنا شايفينه. شايفين هنا؟ ادي عند 975 متعدي السنتر لاين، الناحية التانية، ديت هتفضل تروح الناحية دي لحد ما ايه؟ ما تدينا الشكل المتماثل بالشكل ده. شايفين هنا؟ اهي راحت بالشكل ده. هنا 1000، هنا 1000 كام؟ 25، أصبحت إيه؟ متماثلة. هنلاقي عندنا هنا لو جينا هنا 1050. طيب تعالوا نشوف هنا المقاسات كام؟ هقول دي اللاين بالشكل ده. أدي إيه؟ آخد الإيه؟ أوبجيكت سناب. أدي هنا كده. هنلاقي 2 متر من الناحية اليمين، و2 متر من الناحية الإيه؟ من الناحية الشمال. طيب إلا إن هنا فيها بعض العيوب. العيب الأول، شايفين اللخبطة ديت؟ واللخبطة ديت بسبب الأكواد. الأسمبلي بتاعي اللي إحنا عاملينه، النقطة دي اسمها، إحنا طبعًا لما عملنا فاكرين عملنا كوريدور من البولي لاين، عملنا أسمبلي من البولي لاين، كنا بنحط النقاط، بنحط لها أكواد. اسم النقطة دي هو نفسه الإيه؟ اسم النقطة دي. طيب البرنامج لما بيشوف بيوصل الخط ده بين ده وده ازاي؟ شايفين لو احنا خفينا النقطتين دول، انا هخفيهم اهو. هايت. شايفين هنا موصل ما بين دي ودي؟ لان بيشوف الكود بتاعهم واحد بيوصل ما بينهم. فجه هنا راح شايف النقطة نفس الكود، راح موصل منها بالشكل ده. وهنا وصل ايه؟ عمل شوية لخبطة في الايه؟ في الاكواد بالشكل ده. فطبعا ايه؟ انا عملت اسمبلي من عندي انا، وفصلت الاكواد كلها عن ايه؟ فصلت الاكواد كلها عن بعضها. تعال نشوف الاسمبل اللي انا عملته كده بالشكل ده، ونشوف هنستورده ايه؟ نستورده ازاي؟ طيب ممكن ارجع طيب ولا نختار؟ لا، نعمل اسمبلي تاني. انا هعمل اسمبلي تاني. اللي انا عملته طبعا عملته على برنامج الكمبوزر، وشروحات الكمبوزر موجوده على النت ليا، للي عايز ايه؟ اللي عايز يشوفها. ادي كوريدور اسمبلي، كريت اسمبلي، وطبعا هسميه تيبر اشرف. بالشكل ده. فهختار هنا، هقول كنترول 3، واجي هنا هعمل ايه؟ هنا اختار هنا كليك يمين، واعمل نيو باليت، هسميها اهي اشرف. كليك يمين والامبورت، بورت اسمبلي امبورت، استوردها منين؟ طبعا انا عاملها واعمل لها اتاتشمنت اللي عاوزها ان شاء الله. اختار الاثنين دول اهم اللي انا عاملهم جاهزين، اوبن اوكي. هيجوا عندنا ايه؟ بالشكل ده. عامل واحده رايت ليفت سايد، واحده رايت ايه؟ واحده رايت سايد. ليه عملت رايت يمين وشمال؟ عشان الاكواد ايه؟ ما تتكررش، ونتلافى الاخطاء اللي هي اللي موجوده في البرنامج. هاجي هنا كليك يمين. يلا يا معلم اشتغل بالشكل ده. طبعا دي اللي انا ايه؟ دي اللي انا عاملها. ادي الايه؟ ادي الاسمبلي الايه؟ من الناحيه اليمين، اللين اللي من الناحيه اليمين، ولا دي انا عملت ايه؟ اخترت اليمين. طيب الثانيه ديت هنختار الايه؟ الليفت سايد. طيب من الميزات اللي انا عملتها عن الموجوده في البرنامج، ايه الميزات؟ اجي اقول مثلا ايه؟ بروبرتيز، هشوف الايه؟ ايه التارجتس اللي انا ايه؟ اللي انا عاملها. طيب هنا يمين او ايه او شمال؟ طبعا انا مش مديك اختيار، انا عاملها يمين يمين بس، مش مديك فيها اختيار تختار يمين او ايه او شمال. طيب
هنا عندي هنا في اللين، اللين سلوب، اللين بتاع السلوب، وهناك موجوده، وهنا اللين ويدث عرض الايه، عرض اللين. هناك بيختار لك العرض اوفست من ايه، من السنتر لاين. لا انا العرض ايه، عرض اللين بس، عامل عرض اللين 11 ونص، او مثلا لو عملناها 9، 9 ونص، هيبقى الطول ده هو الايه، هو 9 متر ونص. طيب ديت المقاسات اللي انا حاططها له، مثلا 0.2 على سبيل المثال. طيب هنا الانسايد ادجستمنت متر. طيب السلوب في البرنامج مش عامل، مش مديك الايه، مش مديك السلوب. لو انا اديت مثلا ايه ناقص 2%، هتلاقيها نزلت هنا ايه، هنا 2%. طب فايدتها ايه السلوب؟ على اساس انك تظبط البي جي ال بتاعك زي ما انت عايز، بدل ما تحط هنا تارجت فيرتيكال وتحط اللين عليه وعشان تعلي وتوطي، لا انت ممكن بايه تغير الاسلوب هنا، تقدر تعلي وتوطي زي ما انت ايه، زي ما انت عايز. يعني لو قلت ناقص 20% مثلا، هتلاقيها نزلت بالايه، بالشكل ده. طيب نخليها صفر كده، رفعنا الايه، رفعناها. دي من الميزات الايه، اللين اللي انا ايه، اللي انا عامله. كمان مش هتضطر انك ايه، انك ترجع للايه، ترجع للصفر. لا هو تمثيلها يكون تمثيل ايه، يكون تمثيل حقيقي زي ما موجوده ايه، موجوده قدام منك. طيب لو انا جيت هنا عملت دي مثلا 2 متر يمين، اخليها 2 متر ماشي، والثانيه ديت اعمل اسكيب، ودي اخليها هنا 2 متر، 2 متر يمين و2 متر و2 متر شمال، ودي اخليها 9 متر ونص. انت فين يا 9 ونص؟ ادي 11 ونص، اخليها 9 متر ونص بالشكل ده. طيب ناخد احنا الايه، الكلام ده، ونعمله كوبي. ديت ديت يمين ولا شمال؟ دي شمال صح. ادي كوبي، كوبي 2، اوكي تمام. طيب الناحية التانية كوبي 2، بالشكل ده. نفس الفكرة اللي احنا عملناها المرة الايه، المرة اللي فاتت، ولا ممكن ناخدها كوبي. لو انا خدت دي كده كوبي 2، الشكل ده، حتى المارك بوينت هاخدها برضو ايه، ممكن اخدها كوبي. ادي المارك بوينت فاكرينها، بس بعد ما عملنا زيرو اتعملت لخبطه، فعشان كده انا عملت الايه، عملت اللين التاني ده، عشان يكون ده ما يكونش فيه لخبطه خالص من اول مره. ايه ادي كوبي 2، بالشكل ده. طب شايفين الشكل ده هيكون ايه؟ الشكل ده طبعا واضح قدام مننا، تعالوا نستبدله. طيب ده تيبل اشرف مش كده؟ طيب انا نفس الايه، الكوريدور ده هاجي اعمل كده. طيب انا عايز اختار اسمبلي للايه، للريجون ده، حاجه من اتنين، اقول له كليك يمين واقول له كوريدور بروبرتيز، واروح جاي هنا. شايفين احنا عندنا كام ريجون؟ 1 2 3. لو جيت هنا على جنب كده وضغطت كده هيديني ايه، يعلمنا ده الريجون ده. طيب وده الريجون الثاني. طيب واحنا شغالين على ايه؟ شغالين على الثالث. طيب اغير، اغير الاسمبلي بتاعه منين؟ من هنا. شوف هنا تيبر، هنا اسمبلي مكتوب اسمبلي اهو. وهنا لو عايز اغير الالاينمنت، لو عايز تغير البروفايل، يعني اي حاجه عايز تغيرها غير. طب هضغط هنا، شايفين ادي ايه، تيبر اشرف. اوكي 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 طيب تعالوا نشوف. ادي الايه، ما عملناش لسه تارجت. شايفين خدنا الايه، ادي الكيرب ستون، وادي هنا عند الايه، عند الكيرب ماشي مظبوط. بس ايه ماله هنا كده، مش واخدين 2 متر من ناحيتين؟ لا ده مظبوطه، ماشي مظبوطه عند الايه، عندي على الايه، على الكيرب ستون. طيب ماشي الحال. اه بس نحيد عشان التيبر مش كده. طيب هاجي هنا، يا اما اخدها مثلا ايه من خصائص، واجي هنا على ايه التارجت،
هلاقي عندي تارجت كتير، المفروض ان انا اسمي الايه، اسمي التارجتس. طيب عشان انا ما اتلخبطش، طيب ممكن نوقف البرنامج عشان نصلي وكان نيجي نكمل ان شاء الله. ستوب.